نحو 3 سنوات مرت على إعلان استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة وانتهاء وجوده العسكري في العراق ككل، وحال النازحين هنا في مخيم بحركة بمحافظة إربيل يتجه إلى الأسوأ مع امتداد فترة بقائهم في المخيم. المساعدات الإغاثية التي كانت تصل إلى هنا في تضاؤل مستمر بعد عزوف أغلب المنظمات الإنسانية عن المجيء بداعي استتباب الأمن في مدن الحرب. حقيقة والله مأساة، يعني وضعنا المعيشي تعبان والله الحقيقة. يعني حكومة المركز ما يعني دعمها مو وذاك الدعم اللي تعرف انت، يعني مشغولة بغير شغلات وملتهية. توصيف الإهمال الحكومي على لسان النازحين عززته رواية أحمد محمد عضو مجلس أعيان قضاء سنجار، الذي أكد هو الآخر بأن المساعدات الحكومية إن وجدت فهي لا تسد حاجة ولا تروي ظمأة. فقط وزارة الهجرة تجيب لنا السلة الغذائية وهي ليس بالمستوى المطلوب طبعا، يعني ناقص المواد، قاموا ينقصون من المواد. يعني هجرة عكسية مستمرة للنازحين باتجاه المخيمات التي يعتبرها النازحون ملاذا آمنا على مضضه، فهنا قد يجدون القليل من الغذاء والدواء على عكس مدنهم التي لا تزال تفتقر لجميع أشكال الحياة. المخيمات متواجد في إقليم كردستان، وما زال النزوح العكسي هم متواجد في المخيمات، ودعم المنظمات صار كلش قليل خاصة في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال توزيع مساعدات الغذائية. وبحسب سلطات كردستان العراق فإن عدد النازحين شمالي البلاد بلغ أكثر من 1,400,000 نازح، معظمهم من محافظتي نينوى والأنبار، يتوزعون في نحو 28 مخيما وفي محافظات كردستان بسبب منع السلطات الحكومية في بغداد النازحين من العودة إلى مناطقهم.